مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: الجرعة الثالثة تعزيز للمناعة ضد وباء كورونا في ظل خطورة المتحور أوميكرون، ينضاف إليها ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح. في اليوم العالمي للمهاجرين، المغرب ينهج سياسة استباقية ونموذجية ببعد إنساني واقتصادي مندمج في المجال، حولته من محطة للعبور إلى بلد استقبال. اللغة العربية في يومها العالمي، إبراز لدورها المحوري كجسر التواصل يقرب بين الشعوب والثقافات والحضارات، والخط العربي كنز معرفي إنساني يجسد الشخصية الحضارية للأمة العربية. إدراج منظمة اليونسكو لتبورد على قائمة تراثها غير المادي، خطوة ستمكن من الحفاظ على هذا التقليد العريق المتجذر الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلادنا. أهلا بكم. البداية ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. كما بعث جلالته برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. 230 إصابة بفيروس كورونا سجلت خلال 24 ساعة الماضية ببلادنا، وبلغ عدد المتعافين 71 شخصا، فيما تم تسجيل 4 وفيات. بالنسبة لعملية التلقيح، 1,299,459 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22,830,895 شخصا، مقابل 24,494,035 تلقوا الجرعة الأولى. وتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح يعزز المناعة ضد جميع المتحورات بنسبة 75%، في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون عبر العالم. يبقى التقيد بالإجراءات الاحترازية ببلادنا ومواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح طوق نجاة يقينا فتك الوباء. حسن زكي ومحمد شكير. بمركز التلقيح الرقمي المندمج الرحمة، لا زالت عملية التلقيح متواصلة لتلقي مختلف الحقنات وخصوصا الثالثة، والتي من شأنها تعزيز المناعة لدى المستفيدين من الحقنتين الأولى والثانية، وذلك من أجل كبح انتشار الفيروس بيننا وكدا كل متحوراته. أنا جيت هنا سيدي باش ندير الحقنة الثالثة، درت الأولى والثانية، وبكل صراحة يعني خص الإنسان يدير الثالثة. قمت دابا بإجراء الحقنة الثالثة، وكان أهيب جميع المواطنين المغاربة أنهم ينجحوا هذه العملية باش اكتسبوا المناعة الجماعية لمصلحة الجميع، وهذه فرصة ما كانتش في جميع الدول. أنا اليوم جيت باش ندير الحقنة الثالثة من بعد ما درت الحقنة الأولى والثانية. الهدف ديال هذا الشيء هو الحماية بصفة عامة ديال الناس، والصراحة عمل وطني ومبادرة وطنية. الإنسان يجي يحمي عائلته ويحمي الناس العزاز عليه ويحمي حتى المواطنين. متحورات جديدة مثيرة للقلق وسريعة الانتشار ظهرت بكل دول العالم، من شأنها في حالة الاستهانة بها نسف كل المكتسبات التي تميز إلى حد الآن الوضعية الوبائية المستقرة ببلادنا. إطار تطور الوباء على المستوى العالمي، كتشوف هذه الظهور هذه المتحورات خلقت شوية ديال التخوف عند المواطنين، وهذه مسألة طبيعية. دعات أن الناس بدوا تفكروا أنهم يجيوا عندنا باش تلقاو التلقيح، سواء الجرعات الأولى أو الجرعات التعزيز. وبالفعل راه الدراسات راه بينات بانه الحل الوحيد المتوفر حاليا هو التلقيح،
وبان هذه الحقنه ديال التعزيز راه عندها نفس الضروره ونفس الاهميه بحال الجرعات الاولى. الاقبال على التلقيح والالتزام بالتدابير الوقائيه تعد حاليا اكثر من اي وقت مضى حاجز الامان لحمايه منظومتنا الصحيه من اي اختراق للفيروس وكل متحوراته الجديده. وينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور شكيب عبد الفتاح الأخصائي في الأمراض المعدية والطب الوقائي. مرحبا بكم بروفيسور. في أوروبا سمعنا عن موجة وبائية سميت بموجة غير الملقحين، وعلميا تأكد أن الفيروس أخطر على غير الملقحين بدرجات مضاعفة مقارنة مع من تلقوا تلقيحهم بشكل كامل. كيف يؤثر التهاون في تلقي اللقاح على قدرة الجسم على مقاومة المتحورات وخصوصا عدم أخذ الجرعة المعززة؟ مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل نأخذ غير المثال ديال فرنسا، 85% ديال الناس اللي في الإنعاش، هذه إحصائيات رسمية قال السيد وزير الأول الفرنسي، 85% ديال الناس في فرنسا اللي في الإنعاش هما من الناس الغير الملقحين. فهنا ما كاينش، ما نقدرش نلقاو شي عدد يعني اكثر من هذا واكثر من هذا وضوحا باين. الناس اللي ملقحين راهم محميين، الناس اللي ما ملقحينش راهم في الإنعاش. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ثبت علميا بان الناس اللي كيديروا اللقاح الاول واللقاح الثاني كيبقاو محميين 6 شهور، من بعد 6 شهور ما كيبقى عندهم حتى شي حمايه. فاذا حنا عندنا حاليا في المغرب مشكل كبير، عندنا 21 مليون ديال المغاربه اللي كيصحابوا راسهم راهم ملقحين، هما ملقحين ما والو، داروا 2 جرعات تحماو 6 شهور ولكن دابا راه ما بقوش محميين. هذا هو المشكل اللي عندنا دابا. نعم بروفيسور، متى يمكن الحديث عن الحمايه الجماعيه ضد الانتشار السريع للفيروس؟ يمكننا نتحدث الحمايه الجماعيه في 2 حوايج. الى المغاربه اولا داروا التلقيح ولا سيما الجرعه الثالثه باش نتحماو من الحالات الحرجه ونحميو النظام الصحي ديالنا. نعم. وثانيا نحميو من نتحماو المغاربه خصهم يتحماو من انتشار الفيروس بيناتهم. هذا هو الدور ديال الماسك ديال الكمامه والدور ديال التباعد الجسدي والدور ديال غسل اليدين بالماء والصابون. راه الناس نساو بان كاين شي مرض سميتو كورونا. راه خاصنا نفكروا المغاربه بان اليوم دابا في هذا الوقت اللي كنهضروا فيه كاين اكثر تقريبا 1300 مغربي مصاب بكورونا، ما يسمى بالحالات النشطه. نعم. بالضبط 1271. نعم. كورونا باقي ما مشاش. نعم. بروفيسور، كيف يمكن اليوم مضاعفة اليقظة أمام متحور لم يكشف بعد عن كل خصوصياته المقلقة؟ خاصنا ناخذوا ما أكثر من الاحتياطات باستعمال الكمامات واستعمال التباعد الجسدي واستعمال غسل اليدين بالماء والصابون ونلتزموا التعليمات اللي كتقولها السلطات. نعم. المغرب راه دابا سد الحدود ديالو، الحمد لله ما بقاش الخطر جاي من برا، ولكن يقدر يكون الخطر جاي من الداخل. فخصنا حنا بيناتنا نردوا البال لبعضياتنا ونستعملوا جميع الوسائل ديال الوقايه. نعم. بروفيسور تفضلوا بالبقاء معنا، سنواصل الحوار بعد قليل. اذا الجرعه المعززه ضروريه لمواجهه الفيروس ولضمان مناعه جماعيه ومواجهه المتحور الجديد. كيف يتفاعل الشارع مع ظهور المتحور اوميكرون بالمغرب؟ نتابع روبورتاج عابر الملوكي وسامير بركه. أول حالة لأوميكرون بالمغرب تؤكد على أن بلدنا ليس بمنأى عن هذا المتحور الجديد والمعروف بسرعة انتشاره. وعي جماعي من طرف المواطنين بضرورة تلقي الحقنة المعززة من لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون. دار خطير فدغيا كينتقل، يعني مناش غنخاف أنايا ما مشيش ندير الجرعة الثالثة، نمشي نديرها لأنه كانت غادا تدير لي شي حاجة كون دارت لي الأولى ولا تدير لي الثانية. درت الاولى ودرت الثانيه وغنمشي دابا ان شاء الله ندير واحد الثالثه. هذا المرضي اللي بدا دابا ديال اوميكرون يعني راه بلو غاف وتنتشر بواحد السرعه فائقه. التلقيح ضروري سميتو نحمي راسي ونحمي الناس. نشوفوا الدول الاوروبيه ها هما دابا كيتجاراو على الجرعه الثالثه، لان علاش سمعوا فيها فائده.
وتشير الدراسات على أن فعالية اللقاح بعد جرعة معززة تتجاوز مستوى الحماية الذي حقق بعد الجرعة الأولى والثانية. انتشاره السريع ديال هذا المتحور الأخير اللي هو أوميكرون ما عطاش وفيات، ما عطاش يعني قوة، ما عندوش خطورة كثيرة، ولكن شديد الانتشار ويمكن يصبح قوي أكثر. والحظ اللي عندنا الآن البشرية ككل أن كل هذا اللقاح اللي تصنعت كتعطي فائدة كبيرة للحماية ضد الفيروسات كورونا بصفة عامة بالإجماع بما فيها هاد أوميكرون. الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 تبقى طوق نجاة لبلوغ المناعة الجماعية، خاصة مع تزايد انتشار متحور أوميكرون عبر العالم وتسجيل أولى الحالات في بلادنا. وعلى المستوى العالمي وقبل أسبوع من عيد الميلاد يتم تعزيز القيود والإجراءات للجم الانتشار المتسارع للمتحور أوميكرون، فبعد شهر فقط على رصدها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا بات المتحور أوميكرون متواجد في حوالي 80 بلدا وينتشر بسرعة هائلة في أوروبا. عبدالهاب كعلتي. مع الانتشار السريع للمتحور أوميكرون أقدمت العديد من الدول الأوروبية على تعزيز الإجراءات الاحترازية وتشديد القيود على غير الملقحين، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد. وحسب المفوضية الأوروبية هناك تخوف من أن يصبح أوميكرون النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير بعد انتشاره في حوالي 90 بلدا بعد شهر فقط من ظهوره لأول مرة في جمهورية جنوب إفريقيا. ففي بريطانيا تم تسجيل أزيد من 93 ألف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ما دفع عمدة لندن لإعلان حالة الطوارئ. معهد إمبريال في لندن كشف عن دراسة مفادها أن المتحور أوميكرون ينتشر 5 مرات أكثر من المتحور دلتا، وسجلت الدنمارك عددا قياسيا جديدا بلغ 11 ألف إصابة بينها 2500 بالمتحور أوميكرون. لذا سيتم اعتبارا من الأحد إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات والمتاحف والمنتزهات. بدورها طلبت الحكومة الفرنسية رؤساء البلديات بإلغاء الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية المقررة ليلة رأس السنة. وستفرض ألمانيا على المسافرين غير الملقحين القادمين من فرنسا والدنمارك حجرا صحيا، واعتبارا من الأحد ستطبق هذه التدابير أيضا على الوافدين من أندورا، لبنان والنرويج. وفي البلدان العربية أعلنت قطر اكتشاف 4 حالات إصابة بأوميكرون، ورصدت مصر 3 إصابات لمصريين قدموا من الخارج. بالعودة إليكم بروفيسور شاكيب عبد الفتاح، في وقت قياسي انتشر متحور أوميكرون في حوالي 80 دولة في العالم، وهذا الأسبوع ظهر في بلادنا. واش يمكن يؤثر الدخول ديالو للمغرب على الوضعية الوبائية بعد ما كانت مستقرة؟ تماما، لأنه كما ثبت علميا في الوقت الحاضر هو كينتشر 2 حتى 3 مرات أكثر سرعة الانتشار ديالو من المتحور دلتا. فإذا الدخل غادي تزادوا عندنا العدد ديال الحالات بكثرة في المغرب، وإن كان لم يثبت إلى حد اليوم بأنه أكثر خطورة، ولكن كيبقى هو فيروس ديال كورونا اللي يقدر يؤدي إلى استشفاء بعض المرضى، ولا سيما الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو كبارين في السن مثلا. نعم بروفيسور، هذه الانتكاسة الوبائية اللي كنشوفوها في العالم، واش يمكن تأخر مساعي تحجيم خطورة فيروس كورونا على الصعيد العالمي؟ تماما، تأخر لنا هذه المساعي ديال اللي اشرتم اليها، الا انه كاين واحد النقطه ديال التفاؤل نقدروا نختموا بها اذا سمحتم، هو ان كاين بعض العلماء كيقولوا بان هذا كان هذا المتحور اوميكرون خاض مثلا البلاصه ديال المتحورات الاخرى في جميع العالم، ربما غادي تكون مثلا سنه 2022 هي اخر عهد ديالنا بالوباء، وهذا ما نتمناه جميعا. نعم بروفيسور شاكيب عبد الفتاح اخصائي الامراض المعديه والطب الوقائي، نشكركم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشره من الدار البيضاء.
ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة أنه تقرر تمديد التعويض الجزافي الخاص بهذا القطاع من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر الجاري، ويتعلق الأمر بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020، حيث يمكنهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية. ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قطاع آخر لم يسلم من تداعيات الجائحة، الحرف التقليدية. جهد كبير يبذله الحرفيون خوفا من اندثار قطاع يرمز للموروث الثقافي المغربي. من الصويرة ريبورتاج سكينة عليتو وعبد الغني الطهراوي. فريد صانع تقليدي منتجاته من الحلي، جعل من أعمال يده معرضا لجلب الزبناء، قطع معدنية ترمز للموروث الثقافي لموغادور. يستثمر مهاراته في إبداع منتجات فنية بتقنيات يدوية، ويستهل إبداعه بالرسم والنقش على صفيحة المعدن لإعطائها الشكل المطلوب وتحديد مواضع الأحجار لينتج قطعا بتفاصيل دقيقة تستخدم كأدوات للزينة والتأتيث. إبداع لا زال يقاوم الركود بسبب الجائحة. فاش جا الوباء ديال كورونا يعني تشونجات الامور شويه بزاف، ماشي كي كانت بالنسبه حنا كنتعاملوا مع الكليان على برا، ولكن ماشي بديك الوتيره اللي كانت قبل. ايوا هادشي اللي كاين. وكيفاش كديروا دابا يعني كاين السياحه المحليه خدامه؟ السياحه المحليه شويه، لا ماشي شي حاجه كثيره، هي ناقصه بزاف. الحياكة التقليدية وفن النجارة لم يسلما هما الآخران من أزمة الوباء. بحركات متكررة ومنتظمة يقوم النساج عبد العزيز ببذل جهد كبير لمنسوجات تتطلب الدقة وحسا فنيا تجاه الألوان. الأمر ذاته لفن النجارة الحرفة الرفيعة هي الأخرى تتطلب دقة وحداقة. منتجات يعرضها هؤلاء الحرفيون أمام الملأ أملا في جلب الزبناء. القطاع بصفة عامة في الصناعة التقليدية في المغرب كله شهد توقف شلل تقريبا، شلل نيت من بعد تاني تحلل المطارات بدأت السياحة تنتعش. ايوا واحد شوية واحد تقريبا اسبوع هكاك عاودوا تاني تصدوا المطارات لانه ولا تاني المتحور، ومع الاسف عاودت رجع الركود تاني كما هو. على حسب هذا الوباء هذا ما كاينش لو كوموند، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجة. يلا هاد المويدة عطي عليها شي ناس العائلة ديالي وما باش ملعي عليهم فيها، ومع عرفتوا القضية ضعيفة راه كنا كنخدموا مزيان الحمد لله، كنا كان ديما لي كوموند، كنا كمان تنطلقوا صالون حتى تيكونوا جوج واحد آخر. دابا الحمد لله القضية ضعيفة، ولكن اللهم لك الحمد راه حنا غالبين عليها باش ما عطى الله. ورشة الحرفي هي الملاذ الملائم للتعبير عن ذاته وأفكاره في إبداع تحف فنية جديدة خوفا من اندثار قطاع يضمن هوية التراث المغربي. ولا يزال هؤلاء الحرفيون يزاولون مهنتهم رغم الجائحة. في إطار تجندها الدائم لمحاربة كل أشكال التهريب، تمكنت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للشرق العاملة بميناء الناظور أمس من حجز كمية كبيرة من مستلزمات هواتف نقالة بقيمة إجمالية تفوق مليوني درهم. التفاصيل مع الحسين الحنشاوي ورشيد العتابي. ميناء الناظور اليوم مصالح الجمارك تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الهواتف النقالة موجهة نحو السوق الداخلي. الكمية المحجوزة تفوق 132 ألف شاحن كهربائي للهاتف النقال، وأزيد من 100 ألف شاحن كهربائي يستعمل داخل السيارات.
تعتبر هذه الشواحن الكهربائية غير أصلية وذات جودة رديئة، وقد تم استيرادها بطرق احتيالية دون التصريح بها قصد التهرب والتبلص من أداء الرسوم الجمركية، وأيضا قصد الإفلات من المراقبة المعيارية المشددة على هذا النوع من البضائع والتي تقوم بها مصالح وزارة التجارة والصناعة. كل سنة قامت عناصر الجمارك بمنع النصار بإحباط 64 عملية لتصدير المخدرات تقدر بستة أطنان و 3.5 كيلوغرام من الكوكايين، وكذلك بإحباط عمليات لاستيراد الأقراص المهلوسة تقدر بما يزيد عن 12,000 قرص مهلوس. القيمة المالية للمحجوزات فاقت المليوني درهم، لتنضاف هذه العملية إلى عمليات أخرى أفشلتها العناصر الجمركية بالميناء خلال هذه السنة، عمليات فاقت قيمتها 5 ملايين درهم. في الأنشطة الحزبية، صادق اليوم المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تقارير اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب. عماد أمسمير وأميل عموري. دورة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تأتي في سياق التحضير للمؤتمر الوطني للحزب، تميزت بالمصادقة على التقارير السياسية التنظيمية واللوجستية. صادقنا بالإجماع على التقرير السياسي، وصادقنا كذلك بعدد كبير شبه إجماع في كل ما له علاقة بالتقرير التنظيمي. بطبيعة الحال كل ما له علاقة باللوجستيك سيستمر العمل. الدورة عرفت نقاشا غنيا للعروض المقدمة في التقارير السياسية والتنظيمية، وتحليلا مستفيضا لمختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تنشعر اليوم بأنه كاين اتجاه قوي في الحزب بأن خصنا ندخلوا واحد الجرعة قوية ديال تحديث الأجهزة وطرائق الاشتغال والوظائف اللي كيقوموا بها الأجهزة الحزبية وآلية تقلد المسؤولية في إطار قواعد الحكمة الجيدة والنجاعة وتتميل الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة. المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يصادق إذن بالإجماع على تقارير اللجنة تحضيرا للمؤتمر الوطني للحزب 11، والذي يعتبر محطة أساسية للحزب. حزبيا دائما، نظم حزب التقدم والاشتراكية بتطوان جلسة افتتاحية لمؤتمره الإقليمي في إطار تنظيم هياكله محليا وإقليميا، بما يساهم في ضمان فعاليته كحزب من موقعه بالمعارضة خدمة لمصالح المواطنين. فنى شاكر العلوي وعبد علي قنوني. هي جلسة افتتاحية لمؤتمر حزب التقدم والاشتراكية الإقليمي بتطوان ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي لتنظيم وتجديد هياكله والتفاعل عن قرب مع مناضليه، تأكيدا على مواصلة التزامه السياسي اتجاه المواطنين ما بعد استحقاقات 2021 ومن موقعه بالمعارضة. حزب التقدم الاشتراكية حزب يواصل العمل دياله، لا ينتظر الاستحقاقات الانتخابية، ويسعى ولو من موقع المعارضة اليوم إلى أن يكون حزب حاضر، حزب قوة اقتراحية، حزب بمدينة تطوان مثلا نقف على مشاكل هذه المدينة، وواجبنا أن نلعب الدور المنوط بنا كحزب وأن ندافع عن قضايا المواطنات والمواطنين. ضمن هذا اللقاء بتطوان، كل ما يهم وضعية المواطن التطواني تم تداوله بما يؤسس تصور حزب التقدم والاشتراكية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الإقليم بناء على العمل التشاركي الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة. لكي يتم التواصل مباشرة مع ساكنة ولتجديد العهد والوفاء لساكنة تطوان، اليوم نعقد مؤتمرنا الوطني. سيتم تداول مشاكل عديدة من أهمها المشاكل الاقتصادية والذي كان لها تأثير على ما هو اجتماعي وأسري ومهني بمدينة تطوان.
نفس جديد واستمرار العمل في اتجاه المستقبل يؤكده حزب التقدم والاشتراكية عبر مؤتمره الإقليمي بتطوان لتجديد هيكلته والمضي قدما بما يخدم مصلحة المواطنين الذين وضعوا الثقة في مسيرة هذا الحزب وعمله السياسي. احتفت اليوم المنظمة الديمقراطية للشغل باليوم العالمي للمهاجرين، مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على جهود المغرب في كيفية تعاطيه مع الهجرة ببعد إنساني واقتصادي مندمج. أحمد بن خديجة ويسي المعسي. يهدف هذا اليوم العالمي إلى مساهمة الهجرة في المجالات الاقتصادية والثقافية. المهاجرون فاعلون ودعامة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شعار اختارته المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمي المهاجرين كموضوع لتخليد هذه الذكرى. الدول الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط تعتمد كثيرا على تحويلات ديال المهاجرين إلى أسرهم وإلى بلدهم واللي كترفع من الدخل الوطني الخام. الدليل على هذا أنه المغاربة العالم رغم الجائحة اللي تمكنوا في سنة 2020 وكذلك في هذه السنة أنه تكون تحويلات غير مسبوقة من أموال مهمة جدا للاقتصاد الوطني. المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك عملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وهي سياسة حكيمة مبنية على التكافؤ، ذلك أن المهاجرين يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها المغاربة. الهجرة ظاهرة إنسانية تشكل عامل إثراء وازدهار، سواء تعلق الأمر بدول الانطلاق أو الاستقبال، وذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين يبرز دور المغرب الذي أصبح دولة استقبال للمهاجرين، لا سيما أولئك القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يبحثون عن فرص عمل أو دراسة أفضل من تلك المتوفرة في بلدانهم، حيث تنهج المملكة منذ 2014 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة استباقية ونموذجية في مجال الهجرة، تجسدت في حملتين كبيرتين لتسوية أوضاع حوالي 50,000 مهاجر في وضعية غير قانونية وإدماجهم. حفيظ الوري. تجربة المغرب في مجال الهجرة تجربة كاملة، فقد مر المغرب بثلاث مراحل، أولا كمصدر للهجرة، ثم كبلد عبور للهجرة، ثم كبلد مستقبل للهجرة. لذلك تبنى المغرب إجراءات عملية لمعالجة قضايا الهجرة بتسهيل اندماج المهاجرين في الحياة العامة عبر التكوين وتوفير فرص الشغل والاستفادة من بعض الكفاءات المهنية. أكملت دراستي الجامعية هنا بالمغرب، ودون مجاملة بفضل المغرب أصبحت امرأة لها شأن وتستطيع الدفاع عن أصدقائها. المغرب خلق مني هذه المرأة التي أصبحت تعمل بدينامية على الصعيدين الوطني والدولي. ديناميك. إذا كنت هنا في المغرب فليس بهدف الذهاب إلى جهة أخرى كما يحلم العديد من دول جنوب الصحراء. أنا هنا لأني كنت دائما أفكر في الاستقرار في المغرب وأعمل شيئا أحسن، شيء ملائم أحسن للوضعية الحالية للمغرب. لذلك أعمل ما أتقنه وهو الرياضة، وأحاول مساعدة الشباب الأفارقة المهاجرين الذين يحاولون العبور نحو أوروبا وتوعيتهم بمخاطر العبور والمخاطرة بالحياة، لأني أيضا فاعل جمعوي. هناك آخرون ينامون في الأزقة مثلا في فرنسا وفي مناطق أخرى، أنا لا أنام أبدا بالخارج، لدي بيتي ولدي بطاقة الإقامة لعشر سنوات. كما وفر المغرب للمهاجرين ولأسرهم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الاستثنائية التي يعيش العالم على إيقاعها. يمنح المغرب أشياء عديدة مثل الصحة والعدالة والتعليم، هذه أشياء مهمة. المغرب أصبح بلد استقرار للمهاجرين، إذن يجب أن نعطيه الوقت
المغرب ليست له عصا سحرية، المسؤولية يجب أن تكون مشتركة. لا أقول هذا لأنكم مغاربة، المغرب يعمل كل ما بوسعه، يجب أن نفهمه، فالهجرة جاءت بغتة. وقد أولى جلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة لقضايا الهجرة ومعالجتها من خلال القيم الإنسانية وبمبادئ حقوق الإنسان النبيلة وبقناعات تبلور على أرض الواقع. للمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع يحضر معنا رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الحسين جنون. مرحبا بكم أستاذ. مرحبا الأستاذ الفاضلة، شكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن بداية، ما هي معالم الاستراتيجية المغربية في تدبير ملف الهجرة بقيادة جلالة الملك نصره الله، والتي مكنت من تسوية وضعية حوالي 50,000 مهاجر وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؟ نعم الأستاذة الفاضلة، المغرب في تعاطيه مع هذه الهجرة بصفتها هجرة ذات موضوع اجتماعي إنساني، تعاطى معها بمقاربة إنسانية، ذلكم أن بناء على التعليمات السامية لصاحب الجلالة السادس حفظه الله أن تم تسوية ما يفوق 50,000 مهاجر وتم إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مكنتهم من الولوج إلى الدراسة والاستفادة من التطبيب ومن الولوج إلى المرافق العمومية إسوة بباقي المغاربة وباقي يعني الشرائح المختلفة ديال المجتمع التي تستفيد بشكل أو بآخر على قدم المساواة طبقا لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وبالتالي هؤلاء الأسر هم الآن مدموجين بشكل طبيعي وبشكل عادي، وهم يساهمون في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستديمة للمغرب، كما أنهم من جانب آخر يعود هذا على بلدانهم الأصل من حيث يعني تحويل أموال إلى أسرهم. وبالتالي نجد أن المغرب قارب هذا الموضوع بشكل حكيم وبشكل عقلاني وبشكل إنساني واجتماعي أكثر منه يعني بشكل جذري. وبالتالي أن المغرب نجده وفقا لكل التقارير الدولية التي يعني أنجزت في الموضوع، واعتبرت بأن المغرب كان رائدا لتعاطيه لهذه الهجرة استحضارا طبعا للتعليمات السامية لجلالته والتي أعطت يعني لهؤلاء المهاجرين يعني بجميع شرائح المجتمع وبجميع أنحاء العالم وخاصة من 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 إفريقيا أنهم استطاعوا الآن أنهم مدمجين بشكل عادي وأنهم يساهمون في التنمية الاقتصادية للمغرب ولبلدانهم الأصل. العالم يخلد اليوم الدولي للمهاجرين في سياق جيوستراتيجي مليء بالتحديات المرتبطة بجائحة كوفيد 19. كيف أثر سياق الجائحة على وضعية المهاجرين؟ نعم، هو تأثير كان عام على العالم بأسره وعلى الإنسانية بشكل عام وعلى المهاجرين بشكل خاص. ذلكم أن الذي تأثر بشكل ملحوظ هي الفئات الهشة التي لم تكن لديها مورد دخل قار أو عمل قار أو لم تكن يعني مستفيدة من التسوية الاجتماعية. ذلكم أن هذه الفئة كباقي الفئات ديال المجتمع أنها تأثرت، خاصة أن هذه الفئة كانت يعني عندها بعض الأشغال وبعض الحرف التي تأثرت وكانت سبب الجائحة في إغلاق مجموعة من المعامل الصغرى أو المقاولات المتوسطة، أثر سلبا على هذه الأسر، الشيء الذي أدى إلى ازدياد تفاقمها وازدياد من تأثيرها. ولكن يعني المغرب الحمد لله بالفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة وباقي المؤسسات الفاعلة في المجتمع سواء الرسمي أو المدني أو باقي المؤسسات أنها استطاعت أن تتعامل مع هذه الفئة بشكل أو بآخر محاولة منها في تقليص على الأقل من معاناتها، كما هو الشأن بباقي شرائح المجتمع. نعم. وهي الآن يعني تستعد إلى, 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 إلى الخروج من هذه الأزمة رغم أن ظهور يعني هذا المتحور الجديد، ولكن الأمل كل أمل في المستقبل. نعم. أن العالم أنه يتخطى هذا الوباء بحكمة وبرزانة. نعم. انطلاقا من تعاطيه للتلقيح
من أجل الحصول على المناعة الجماعية، وبالتالي ستكون البشرية سواء يعني الساكنة يعني المقيمة أو الساكنة الوافدة أو الساكنة التي تم تسوية وضعيتها أو هي في طريق تسوية أنها تستفيد من 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 الولوج من جديد إلى الخدمات الاجتماعية وإلى المرافق العمومية وإلى المواصلة ديال عملها يعني الميداني في جميع القطاعات، وذلك من أجل يعني الحصول على العيش الكريم المستقر والدائم والمستدام. رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الحسين قنون، شكرا لكم على هذه المعطيات. شكرا لكم. تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي أولوية إحدى مقوماتها فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك لتحسين مستوى عيشهم. النموذج من إحدى الجماعات الترابية بإقليم أزلال، في ربورتاج محمد الوهيبي وعبد العلي عيد. غير بعيد عن مدينة أزلال انتشرت دور دواوير جماعة أجودين الخير، تشتكي بعض ساكنتها من هشاشة المسالك الطرقية المؤدية إلى المداشر وإلى المدينة. ضعف هذه البنية التحتية تحتاج إلى بناء وإصلاح لتيسير قضاء حاجية الساكنة وضمنها تصريف منتجاتهم. الطريق راه انتما كتشوفوا راه الطريق مكرفس، الطريق راه ما عمروش تصلحات، تنبغي نتسوقوا البهائم ديالنا وتنبغي نجيبوا العلف تنتكرفسوا في الشتاء وفي الصيف، حتى واحد ما تيبغي يجي لهنا، موالين الحديد ما تيبغيوش يجيو لهنا. استجابة لتطلعات مجموعة من ساكنة دواوير جماعة أجودين الخير التي تفوق 3000 نسمة وللرفع من الوضعية الهشة للبنية التحتية، تم تضمين بناء طريق تعتبر مسلكا دائريا ومتنفسا لمدينة أزلال في أجندة برنامج تنمية العالم القروي. كنا واحد العزلة بالنسبة لدوار إفردان، المشكل الأول هو أنه تفك بالنسبة للنقل المدرسي، كاين الخصوصي وكاين العمومي، ان النقل دابا ولا كيدوز كيمشي ولا كيسهل بالنسبه للناس الماموريه ديالهم سميتو كيديهم في واحد الوقيته وكيجيبوهم في واحد الوقيته. ولينا كنمشيو للسوق كنديو البهيمات ديالنا كنديو المسائل اللي بغا يتقدى شي حاجه، ولاو دابا الترونسبور واصل عندنا دابا الحمد لله، دابا رحنا ولينا بحال المجال بحال في المجال الحضاري دابا بخير. هالطريق اللي كانت واجدوا بها يتم التهيئ ديالها يعني بواحد تكلفة ديال تقريبا 3 مليون درهم، واللي هي كت يعني كتفك العزلة على أزيد من 5 دواوير بجامعة الترابية لأجودين الخير. وهالطريق هذه يتم البناء ديالها في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي اللي تخصصت له تقريبا 1 مليار درهم، يعني 80% من التكلفة الإجمالية ديال البرنامج. بلورة وإنجاز مثل هذه المشاريع على أرض الواقع هو يرمي بالأساس إلى تعميم وتحسين ولوج الساكن إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم، وكذا تحسين دخل وظروف عيش الساكنة، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق. كثيرة هي المشاكل العمرانية والبيئية بجهة الدار البيضاء، وفي المشروع السكني جنان زنتا بمنطقة عين حرودة بتراب عمالة المحمدية تعاني الساكنة من هشاشة البنيات التحتية والشبكة الطرقية وغياب المرافق والتجهيزات الأساسية. الصورة ينقلها ربورتاج عبد الحميد جبران، أحمد الحمري ووفاء الدكالي. التجمع الحضري المحيط بالدار البيضاء الكبرى لا يتوقف عن التوسع، بيد أن هذا التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي المضطرد يطرح الكثير من الإشكاليات العمرانية والبيئية، كما هو الحال هنا بجنان زناتا بمنطقة عين حرودة. مشروع تعاني ساكنته من ضعف الولوجيات وهشاشة المحاور الطرقية. قبل ما يدير اي بروجي خاص يكونوا الطرقات وخاص يكونوا المرافق مكتملين، ما يمكنش انت كتحول السكان والطريق مدخل وحيد عندهم، مدخل رئيسي ما كاينش عندهم، وسائل ديال النقل ولا الاسعاف ولا اي وسيله ما عندهاش من تدخل للساكنه هذه. ملي كتدخل ما كتلقاش منين تدوز، اما دابا كيصاوبوا هنا، دابا بغيتي تدخل للمشروع خصك تا اللي عاد ترجع للمشروع، ويعني وباقي كلهم محفرين وكلهم صوبين، يعني ما حنا ساكنه خصهم يصوبوا لنا الطرقان ويصوبوا لنا البنيه التحتيه هي الاولى. ضعف الطرق ليست الإشكالية الوحيدة بالمنطقة، حيث يفتقر هذا المشروع السكني لأبسط الخدمات والمرافق الأساسية. احنا استفدنا هنا، جينا بحكم قالوا كاينين هنايا المرافق وداكشي، ملي جينا لهنا كنلقاو المرافق ما مديونينش حدانا،
كنعانيو بزاف، ما عندناش الماء واش درجات، دابا باقي شي واحد كيدير الشمعة، وليداتنا تيقراو قسما بالله بالشمعة، تقهرنا للصراحة المعاناة كنعانيو بزاف، ماشي شويه، لا ما لا الضوء في الشوارع ما كاينش الضوء. هذا رساله موجهه للسلطات المحليه والناس اللي متداخلين في هذا المشروع هذا، انه يخرجوا لعين المكان ويوقفوا ويعرفوا المشاكل اللي كتمرها الساكنه. ها الطريق هي هي كلها ما مصيباش، ها الازقه كلها عامره كياس وعامره رمل، ها الاشجار عامره زبل وعامره كل شيء. وفي ظل كثافة السكانية العالية وأهمية حركة السير والجولان، يشكل غياب علامات التشوير الطرقي خطراً على تلاميذ المؤسسات التعليمية. ما كاينش واحد الباساج هنايا، زائد على أن الشاحنات كيدوزوا باتجاه المعاكس، وأن الآليات والأشغال القائمة في المشروع ديال لجنة الزناتة تتشكل خطر على هاد التلامذ وعلى هاد الوليدات هادو. حنا تنقراو في هاد المؤسسة الجديدة، عندنا بزاف المشاتل حدا الطريق ما فيهاش ممر راجلين، وعندنا مشكل كبير حدا السيارات، شي تيحترم شي ما تيحترمش، تيشوفوا تيبقاو غاديين بسرعة، كاين اللي كيحترم كاين اللي ما كيحترمش، حيت كيدوزو كيمشيو بزاف وما كيخليوناش ندوزو، هادي المشكل. وكان ماما راجلي كنا خير بالك نقطعو، ما كاينش ماما راجلي. تعدد الأطراف المتداخلة في تهيئة المنطقة وتباين أولوياتها يشكل بدوره عائقا أمام فعالية مشاريع التهيئة والتجهيز. مشروع تحت إشراف شركة تهيئة الزناتة، ومع ذلك فجماعة إحرودة تقوم بمجهودات جبارة، رغم التراكمات رغم تكتل المشاكل في المسجد الجديد، احنا عازمون على تدليل هذه العوائق ومحاولة قدر الإمكان في إطار اختصاصات الجماعة في إطار الصلاحيات المخولة السيد الرئيس أنها تنقص منها استجابة لمتطلبات الساكنة. عديدة هي المشاكل والصعوبات، وهو الوضع الذي يتوقع أن يستفحل أكثر خلال الأيام المطيرة، اللهم إذا تدخل المسؤولون لمعالجة الوضع. بسخيرات، أعلن مساء اليوم عن الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال أمراض السكري في دورتها الرابعة. المرتبة الأولى عادت مناصفة لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والمستشفى الجامعي بوجدة. عبد المجيد حلاوي وعبد الفتاح الزوين. جامعة محمد السادس لعلوم الصحة فازت بالمرتبة الأولى لأنها استعملت الذكاء الاصطناعي في مرافقة مرضى السكري غير الصائمين خلال شهر رمضان. يتم تزويد الحاسوب بمعطيات المرضى، والحاسوب يتنبأ هل سترتفع نسبة السكري عند هذا المريض خلال رمضان المقبل مثلا. المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة فاز أيضا بالمرتبة الأولى مناصفة لابتكاره لتطبيق هاتفي يساعد مرضى السكري من النوع الأول على تدبير مرضهم. هذه الجائزة هي تتويج للبحث العلمي في مجال السكري في المغرب، وهذه المبادرة هي جيدة لأنها تشجع الباحثين على الانوفاسيون، التطبيق ديال أنا والسكري كيعاون مرضى السكري النوع الأول أنهم يتعاملوا مع مرض السكري فيه الحالات المستعجلة اللي هما هبوط السكر، ارتفاع السكر، فيه الحالات اليومية اللي كيكون مريض السكري في مواجهة ديالها اللي هي التغذية ديالو شنو يقدر ياكل، اللي هي النشاط البدني. الجائزة الثانية حصلت عليها يسرى سطاي من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حول بحث عن المتابعة عن بعد للمرأة الحامل المريضة بالسكري خلال فترة كورونا. في المجموع تمت مشاركة 24 بحثا قدمته مختلف المراكز الجامعية العمومية والخاصة والعسكرية. هي أبحاث ما سبق لهاش تخدمات في المغرب من طرف الباحثين المغاربة، هذه هي الحاجة اللي هي مهمة، هي إنوفاسيون، حاجة جداد اللي كاينين في العالم ولأول مرة كيقدموهم الباحثين المغاربة. Nous avons accompagné le gouvernement marocain dans le cadre de la prise en charge. لقد صاحبنا الحكومة المغربية في إطار مواجهة وباء كورونا، وأنا أشكر الحكومة المغربية على كل ما تم اتخاذه من إجراءات لحماية صحة المواطنين. لقد قمنا بمجهودات تعدت توفير الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين، جلبنا علاجات أخرى، وضاعفنا من قدراتنا في الإنتاج والاستيراد لسد حاجيات المرضى.
في بلادنا 2.7 مليون مواطن مصاب بداء السكري، نصفهم لا يعرف أنه مصاب، وعند الأطفال تتحدث التقديرات عن 20,000 طفل مصاب. من ثم تكمن أهمية البحث العلمي لمواجهة الارتفاع المهول عالميا في عدد المصابين. نتوقف اللحظة عند الفقرة الثقافية الأسبوعية تقدمها إيمان سلاوي. أهلا بك إيمان. أهلا بك نادية. إذن البداية بالإعلان كان هذا اليوم عن جائزة المغرب للكتاب. بالفعل البداية بالإعلان عن جائزة المغرب للكتاب، بالإعلان عن أسماء الفائزين بهذه الجائزة برسم سنة 2021، وقد همت جائزة الشعر والسرد، جائزة العلوم الإنسانية وجائزة العلوم الاجتماعية، جائزة الدراسات الأدبية والفنية واللغوية، وكذلك جائزة الترجمة والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، كذلك جائزة الإبداع الأمازيغي. وقد بلغ عدد الكتب المرشحة لجائزة المغرب للكتاب برسم هذه السنة 192 مؤلفا. الحرف هو سر اللغة التي هي كنز معرفي إنساني، والحرف العربي هو أساس الشخصية الحضارية لأمة، وعندما يصنف هذا الحرف تراثا عالميا لماديا فإنه اعتراف بقوة العطاء في هذا الحرف. الروبورتاج من إعداد عبد الرحيم بن جخيخي وخديجة رفيقي. هو الحرف من ألفه إلى يائه، وهذا الحرف العربي من سر أسراره ألف لام ميم. هو عشق وسحر وإشارة وكنز، ترجمة بصرية لغير المرئي، لأنه مجرد كامل منزه بليغ معبر. ليس جزافا أن يكون الشعر العربي بحورا والنثر فيه ما فيه من تصنيف أوله مقامة وليس له آخر إلا الحروف، لأن الحرف هو قاعدة الإبداع. قيل إن سر اللغة في حرف الباء، والسر في حد ذاته هو نقطة الباء. استمع ما فعله سحر الحرف. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلا ضاء هواك تسعارا. وإذا سألت أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى. هكذا قال العارف بسر الحرف ابن الفارض. اللغة العربية هي ذلك السر المكنون، وتعد مكونا مهما بين مواد التدريس بالمدرسة الإسبانية بالرباط، التي وتضم المدرسة 50 تلميذا أجنبيا يدرسون لغة الضاد بعشق وإتقان. في هذا اليوم العالمي للغة العربية إطلال على درس بالمدرسة الإسبانية. الروبورتاج لزينة إتلامين ونضال بوحمالة. تلاميذ المدرسة الإسبانية ليسوا في درس حول مغامرات دون كيخوتي دي لامانشا، إنهم في درس للغة العربية. لا يرطنون في كلامهم، فحوارهم ينساب بعربية فصحى. أنا إسباني وأنت؟
أنا عربي من المغرب من مدينة الرباط. فرانسيسكو شيلي وقع في هوى لغة الدار، يطوع لسانه على مخارج حروفها. الحدث أكثر من مرحبا، أنا اسمي بنجامين فرانسيسكو، أنا من شيلي بس عايش في المغرب، وأنا بحب كثير اللغة العربية، وأنا بتدرس حيد اللغة في المدرسة الإسبانيول بالرباط. التلاميذ يقبلون بشغف على مادة اللغة العربية، يقرؤونها ويتغنون بقصائدها. ألم يبرع شعراء الأندلس إبان الحضارة العربية بالأندلس؟ يتعلمون المبادئ الأولى للغة العربية بما فيها الحروف، كلمات، جمل، وكذلك مشاركة حوارات مع أصدقائهم الآخرين بالعربية. كل تلاميذ المدارس الإسبانية بالمغرب يدرسون لغة الضاد وينهلون من مختلف اللغات ويتعرفون على كل الثقافات. اللغة العربية بطبيعة الحال مكون مهم جدا من مكونات المقرر للمراكز التعليمية الإسبانية في المغرب. هناك في المغرب 11 مدرسة إسبانية في المغرب، وكل الطلاب يعني 4451 كلهم يدرسون اللغة العربية. نحن 53 أستاذ للغة العربية تابعين لوزارة التربية المغربية، موضوعين تحت رهن إشارة مستشارية التربية التابعة لسفارة إسبانيا بالرباط. اللغة العربية ترفل في يومها العالمي، هذه السنة يحتفى بها كجسر للتواصل الحضاري من أجل وصال وتقارب وتفهم وقبول في عالم من فك يبحث عن الأسباب للتباعد. إرث وطموحات متوسطية أخرى هو إصدار يعرف بمدينة تطوان وتاريخها وتراثها، توثيق للماضي يسجله الحاضر بفخر ليجعل تفاصيل الحياة والأحداث التاريخية والشخصيات التي بصبت اسمها في سجل المدينة خالدة في المستقبل. سفر عبر المعلومة والصورة عبر هذا الكتاب وأحد مبدعيه في تطوان في بورتري من إعداد فنان شكر العلوي وعبد العالي قنوني. سكنته تطوان فتحول ولعه بهذه المدينة المتوسطية الغنية بتاريخها وتراثها إلى توثيق تحمله الأوراق لأمد بعيد لتتناقله الأجيال. سعد الحصيني بمعية شخصيات أخرى وثق عبر الصورة والمعلومة الدقيقة تفاصيل مدينة تطوان العريقة ضمن كتاب ينضاف إلى رفوف الخزانة المغربية الزاخرة بالأحداث والشاهدة على غنى التاريخ والحضارة ببلادنا. دونك تطوان إرث وطموحات متوسطة هو عنوان آخر إصدار ديال شركة أكسيون التواصل، جاء تابع جوج إصدارات أخرى اللي كتعلق بجوج المدن، الأول كان على مدينة سلا والثاني على مدينة الرباط. هذا الإصدار هذا اللي خرجته في ثلاثة لغات عربية إسبانية وفرنسية، جاء لأن ربطني واحد العلاقة مع هذه المدينة بعدها. تاريخ على امتداد قرون بأحداثه وشخصياته يلخص ما مر هنا بتطوان القديمة ولا زال باقيا، خطته الحروف وحفظ عبر الصور بهذا الكتاب الذي يرى النور في الحاضر لتعيش تطوان بتفاصيلها عبر صفحاته في المستقبل. تطوان اللي كانت صلة تواصل بين الشرق والغرب، تطوان اللي توافدوا عليها بزاف ديال الناس من جهات أخرى، وعرفت كيفاش تجمع بيناتهم، وكانت مدينة ديال التعايش بامتياز. تطوان المحور الرابع هو الفنون والثقافة، والتطاون التي امتزجت بها الثقافات لتخلق تنوعا غنيا مرده إلى انصهار سلس وراق لحضارات التقت على أرضها. تطوان بعمرانها بلباس أهلها وبطبخهم بصناعتها التقليدية المتفردة وبفنون ميزتها
طبعت على هذا المجلد بكثير من الحب. اللي كان هضروا على الصناعات التقليديه كان نجبدوا رسام فنان عبقري اسباني حلب تطوان وعطى واحد الوجه اخر هو ماريانو بيرتوتشي. ماريانو بيرتوتشي بعد ما خلق المدرسه الوطنيه للفنون الجميله طور واحد الفضاء اللي كان خلقه السي بنونه هو دار الصنائع. وجاب صناع تقليديين من المغرب كامل على اساس يعلموا الناس ديال تطوان، استقروا الاغلبيه فيهم استقرت في تطوان وبقوا كيبدعوا الى يومنا هذا. تطوان ارث وطموحات متوسطيه، هو إذن وقفه تامل في مدينه بفن عيش بتيمه التميز وتاريخ وتراث عالمي انساني هو لاهلها وللجميع منذ القدم، وعبر الكتاب بات محفوظا في اتجاه القادم من الايام. إنها من الوجوه المتميزة في الساحة الثقافية المغربية، وفاء مليح كاتبة وروائية بقلمها تثور ضد كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة، وأعمالها تبعث رسالة مفادها بأن الإبداع هو بصيغة المؤنث. الروبورتاج لسارة كثير وعاشور بن مسعود. هي الأنثى هي المبدعة، وفاء مليح تختال بين أزقة مدينة المحمدية وقصبتها. للأمكنة أثر كبير في نفسية المبدعة، فهي توحي إما بالهدوء والطمأنينة أو بالصخب والضوضاء. المحمدية مدينة أعشقها، أعشق المشي في الشوارع ديالها، لأن كان أول لقاء بالمحمدية كان لقاء عبور، يعني كانت ذاك لقاء العبور كان جذب بالنسبة لي. لا تشعر بحريتها كاملة إلا وهي تمسك القلم، ولا تشعر بغواية أكثر فتنة من غواية الحرف، هكذا تصف وفاء مليح علاقتها بالكتابة. الكتابة هي أولاً أنا أمارسها لأنها فعل مقاومة من أجل الوجود، كذلك الكتابة هي ممارسة علاجية وممارسة للحرية. ميلاد نص جديد هو ميلادها من جديد، ولادة ثانية، وكأنها تعانق العالم لأول مرة. والبداية كانت سنة 2004 عندما أصدرت وفاء مليح أول مجموعة قصصية لها. الأعمال هي تتوزع ما بين القصة القصيرة وما بين الرواية. مثلا البداية كانت مع مجموعة اعترافات رجل الوقح، الرواية الثانية عندما رواية عندما يبكي الرجال، ثم رواية أن أكون، ثم رواية الورقة والأريكة هي الإصدار الأخير، تعالج موضوع معاناة المرأة الوظيفية وتعدد وظائفها ما بين الوظيفة المهنية ما بين وظيفة الأمومة. قضية المرأة مثلت القضية المركزية في كتاباتها، أعمالها السردية ومقالاتها الأدبية توحي بأنها تتبنى موقفا عدائيا من الرجل. هي في الحقيقة تثور على كل أشكال العنف الممارس على النساء. كتاب التزام، هو التزام أولا مع الذات، هنا نتحدث عن القيم الجميلة، القيم النبيلة، القيم اللي كتبعد كل أشكال القبح والتمييز وانعدام العدالة يعني والظلم. ذاكرة الفضاءات والأمكنة تشكل أبوابا للكتابة والتأمل بالنسبة لوفاء مليح التي كسرت الصمت وجهرت بمشاكل تمس المرأة في علاقتها بالرجل، بل واستطاعت بجرأة غير معهودة التطرق لمواضيع ظلت إلى عهد قريب في عداد الطابوهات. تأخذني لحظتي هاته برغبة مندفعة إلى الشاطئ الصخري هنا بالمحمدية، أتوجه صوب هذا المكان كلما اشتد ضيقي أو ضاق تنفسي من رتابة اليوم. عادة ما تتراوح علاقتي بالفضاء بين مد وجزر، بين عشق ونفور،
فضاءات لا أشعر بالتواصل معها وفضاءات تشدني من أول اكتشاف لي لها. نهاية الفقرة الثقافية الأسبوعية وعودة إليك نادية. شكرا لك إيمان. نواصل من بني ملال محاربة الهدر المدرسي والارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين. ورش هام تضعه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في صدارة أولوياتها. برنامج طموح يجري حاليا تنفيذه ويهم المناطق الجبلية والقروية بجهة بني ملال خنفرة. ربورتاج حفيد الهواري وعمر جليدي. في المناطق القروية الوصول إلى هذه المقاعد الدراسية محفوف بالمخاطر. هؤلاء التلاميذ كانوا يقطعون مسافات طوال بين سكناهم والمدرسة قبل إطلاق برنامج المدارس الجماعاتية. ومدرسة تفطويت الجماعاتية إحدى هذه المؤسسات ترتكز على نظام النقل المدرسي، نظام يسمح لجميع الأطفال غير المقيمين بالداخليات بمواصلة دراستهم في ظروف جيدة. 150 تلميذا استطاعوا مواصلة دراستهم بها، وبينهم 69 تلميذة وجدت الظروف الملائمة من خدمات ونقل وتعليم تضمن لها مواصلة دراستها بعيدا عن جعلها عرضة للخطر أثناء طريق تحقيق أحلامها. العدد ديال المؤسسات التعليمية اللي هي موجودة في العالم القروي وموجودة في مناطق اللي هي مناطق جبلية، مدارس جماعاتية اللي هي تتساعد أولا باش نقصوا من الهدر المدرسي، وثانيا باش نحسنوا من الجودة ديال التعلمات. كانت زيارة ديال مجموعة من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي المحدثة، كما كانت هناك مجموعة من التجارب التي تندرج في إطار الاختيارات الاستراتيجية للوزارة، خاصة التعليم الأولي، التربية الدامجة، المدارس الجماعاتية. ثانوية أجيج التأهيلية هي الأخرى، تستقبل ما يزيد عن 300 تلميذ بينهم 168 تلميذ على أبواب رحلة التحصيل الجامعي. ولدعم الشباب الهاوي لكرة القدم مركز جهوي للتكوين في كرة القدم في طور الإحداث، إضافة إلى الملعب البلدي لكرة القدم تم تأهيله حديثا. زيارة واحد العدد ديال التجهيزات لتأهيل هذا الملعب كرة القدم، ولا أيضا مركز ديال التكوين، هذا تساعد أيضا باش نواكبوا كل الشباب اللي هما عندهم هاوية في كرة القدم. التعليم الأولي لم يكن خارج اهتمامات المخطط. ورش تعميم التعليم الأولي متواصل لتمكين الأطفال ما بين 4 و6 سنوات من تنمية مهاراتهم ومداركهم قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية. تنويع العرض الرياضي الجامعي من خلال تبني خارطة طريق لوضع اللمسات الأخيرة على مخرجاتها، ذلك ما خلصت إليه فعاليات الأسبوع الوطني للرياضة الجامعية التي اختتمت بإفران. خارطة طريق تتضمن اختيارات استراتيجية بما فيها إحداث مؤسسات جامعية متخصصة في الميدان الرياضي. بجمع الحفاوي وأحمد الفاضلي. شكل الأسبوع الوطني للرياضة الجامعية الذي تواصل على مدى 5 أيام بإفران مناسبة لإبراز مواهب الطلبة والشباب والاحتفاء بهم من خلال تنظيم مجموعة من المباريات والألعاب الجامعية والفردية، إلى جانب فقرات تثقيفية وترفيهية هادفة غايتها التحسيس والتوعية بأهمية الممارسة الرياضية. كنشكروا جامعة الأخوين اللي عطتنا الفرصة أننا نشاركوا في هاد التظاهرة اللي كتخلينا نفتحوا على مجالات جديدة في إطار الرياضة، في إطار السوفت سكيلز كما كنقولوا، وكنتمنى إن شاء الله أن التظاهرات يتعاودوا إن شاء الله. بالنسبة للمشاركة في المسابقة زادت حفزاتنا بكثر، أننا تلقينا جوائز اليوم اللي هي عبارة عن حاسوب، فهذا كيخلينا أننا نزيدوا نخدموا أكثر وكيخلينا أننا نزيدوا نبغيوا الجامعات ديالنا. الحفل كان أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الأنشطة الرياضية في تكوين شخصية الطالب وصقل مواهبه وتطوير قدراته الشخصية، اهتمام يستمد جوهره من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الارتقاء بالممارسة الرياضية ترسيخا للمبادئ والقيم النبيلة لدى الطلبة والشباب. بغينا الطلبة ديالنا في الجامعة المغربية ككل بغينا تكون الرياضة داخلة في صلب التعليم العالي،
تغلب صلم البرامج البيداغوجيه. كنقولوا بان الدبلوم مهم ولكن ما كافيش، وهاد المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه اللي الرياضه كتساهم فيها، وراكم شفتوا بان عند واحد الجو اللي كان فيه، وكتشوفوا الطلبه ديالنا ملي كنعطيوهم الوسائل وكنعطيهم الفرصه كيفاش كيبانوا. تنظيم التظاهرة هو التحسيس بأهمية الرياضة الجامعية في الجامعات المغربية، وتحسيس الطلبة لممارسة الرياضة لأنها تتساهم في تطوير القدرات والشخصية ديال الطالب الجامعي. وبهدف توظيف الرياضة كوسيلة للتربية على المواطنة والإدماج الاجتماعي، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعة الملكية المغربية للغولف، اتفاقية تروم تطوير رياضة الغولف ومختلف الرياضات الأخرى. وفي الخبر الرياضي، تفوق فريق الدفاع الحسني الجديد على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجديدة برسم الدورة 13 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. خالد أرغوت. بملعب العبدي بالجديدة ألحق فريق الدفاع الحسن الجديد أول هزيمة بمتصدر الترتيب لهذا الموسم فريق الوداد البيضاوي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل واحد. الفريق الجديد الذي لعب هذه المواجهة في غياب مدرب عبد الحق بن شيخة افتتح حصة تسجيل منذ الدقيقة 15، وذلك بعد عمل هجومي منسق اختتمه اللاعب زكريا حدراف بهدف في مرمى الحارس رضا التقنوسي. هذا الهدف المبكر أعطى شحنة قوية للفريق الجديد الذي سيضيف هدفا ثانيا من ضربة خطأ نفذها بكل دقة وتركيز أيوب الكعداوي، تستقر في الزاوية 90 من مرمى الحارس رضا التقنوسي. في الجولة الثانية، الحارس الجديد سفيان برحو كان متألقا وصد هنا ببراعة تسديدة يحيى عطية الله، لكن في المحاولة الثانية الكلمة هذه المرة كانت للاعب فريق الوداد عطية الله الذي أفلح في إسكان الكرة في الشباك، معلنا بذلك عن الهدف الأول لفريق الوداد في هذه المباراة. هذا الهدف أعطى انتعاشة قوية لخط هجوم فريق الوداد الذي أضاف هدفا ثانيا بواسطة اللاعب تصوميل، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، وذلك بعد الاستشارة مع حكام غرفة الفار. هذا اللقاء ينتهي إذن بالهزيمة الأولى لفريق الوداد البيضاوي في بطولة هذا الموسم. بالمقابل فريق الدفاع الحسن الجديدي حقق الانتصار بعد صيام دام لست دورات متتالية. تعززت اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي الإنساني غير المادي بتسجيل فنة بوريدا، وذلك خلال اجتماعات الدورة 16 للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو التي انعقدت بباريس. بهذا التتويج يرتفع رصيد المغرب إلى 12 عنصرا تراثيا مسجلا على لوائح اليونسكو، وهو عدد هام على الصعيدين الإقليمي والإفريقي، يعكس المجهود الذي تبذله المملكة للعناية بموروثها الثقافي اللامادي. وفنون الفروسية أو التبوردة موروث تقليدي متأصل في وجدان المغاربة عبر التاريخ، هي غدا كما الماضي تاريخ حضاري لأمة عريقة. عبد الرحيم بن شيخي وخديجة رفيقي. انتشت نخوة الفرسان، صالت جياد الفروسية في الفضاء الممتد، كانوا خفافا بالشد والكمية، تعالت أكفهم، رموا بعروة اللجام للريح، ضغطوا زرا فسال البياض من جعبة البارودة، فاستوت كل فرقة الفرسان فرحا. ورد في المتون أن مجدول السلطان المنصور لم يبارح جواده الأصهب، وأن التبوريد كانت له إمتاعا، وترك من الجياد ما قل ونذر في الأمصار، فكانت لأهل المغرب كل السلالات مجتمعة.
كف في معارف الجواد. وساحة ترى الخيل تعلق هذا المدى كأنما تدق ألواحه. وفي اللحظة الموعودة تنتشي زغرودة بل تهل. هكذا ينتشي الحضور في فضاء شاسع تزهو علاقة الرجال بالجياد. يذوب الجزء في الكل ثم ينمو بياض في السماء كثلج يصعد إلى الأعالي. بتصنيفها تراثاً ثقافياً لا مادياً يفتح كنز النخوة المغربية للعالم فوق صهوة الجيال. قبل توديعكم نذكر بالعناوين. الجرعة الثالثة تعزيز للمناعة ضد وباء كورونا في ظل خطورة المتحور أوميكرون، ينضاف إليها ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الخيرات في الحملة الوطنية للتلقيح. في اليوم العالمي للمهاجرين المغرب ينهج سياسة استباقية ونموذجية ببعد إنساني واقتصادي مندمج في المجال حولته من محطة للعبور إلى بلد استقبال. اللغة العربية في يومها العالمي إبراز لدورها المحوري كجسر للتواصل يقرب بين الشعوب والثقافات والحضارات. والخط العربي كنز معرفي إنساني يجسد الشخصية الحضارية للأمة العربية. إدراج منظمة اليونسكو لتبورد على قائمة تراثها غير المادي خطوة ستمكن من الحفاظ على هذا التقليد العريق المتجذر الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلادنا. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.